27 عام ونص اول رمضان اللي غندوزو فرحان. راه بنادم اللي كيدير شي حاجه وكيندم. الدنيا صعيبه شويه، لما عندكش الامكانيات ما تعيش، والوقت صعابت. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. كنتواجدوا في الدار البيضاء مع الاخ محمد خضاري. اخ محمد دوز 27 سنه سجن. كنت تناولت القصه ديالو، كان الامنيه ديالو انه يشوف الام ديالو، ما كتابش. الام ديالو الا كانت كتزورو في السجن، توفات. ملي خرج من السجن كان عندي معاه لقاء في الوقت اللي مشى زار الام ديالو. حاليا حوالي 4 أو 5 أشهر غادي نشوفوا انطلاقا من خروج ديالو من السجن لهاد 5 شهور كيفاش كيعيش محمد. محمد، كيفاش لقيتي الدنيا في هاد 6 شهور هادي اللي دوزتي؟ والدنيا شنقول لك استاذ، الدنيا صعيبه شويه، لما عندكش الامكانيات ما تعيش، والوقت صعابت، وما بقاتش ديك المحنه اللي كانت في دوك الناس. وانا دابا كنجري على هاد العوينه في عيشه، كل خطره كنجي تقهرت على ترونسبور، كل خطره كنمشي ونجي. تجي من الخميس زمامره؟ خميس زمامره استاذي، وعندي واحد البركة كدير 90,000 ريال هي اللي باغي ندقها دابا. ونتمناو من الله، نتمناو من الله الا لقينا شي محسن يعاوننا. ودي استاذ الله يرحم ليه الوالدين، ونتمناو من الله سبحانه وتعالى. اما المعيشه راه واعره استاذ، المعيشه واعره. شنو لقيتي تبدل في الدنيا؟ تبدلوا بزاف، ما بقاش ديك المحنه في الناس، ما بقاش شي كيجي عند شي. ما الانسان موال في العيد كيجي عندك يريح، يجيب براد ديالاته، يجيب مسيمله، دابا والو، كله ولا سد على دارو، شي ما يعقل على شي. هادشي الوقت صعبت، او الوقت صعبت اودي استاذ. نتمناو من الله، نتمناو من الله يكون الخير وصافي. انا كنتمنى من الله من هاد العوينه، لكن هي اللي كنتمنى من الله سبحانه وتعالى وصافي. ونتمناو من الله. كتزور الام ديالك في المقبره؟ كنزور امي انت الله يرحمها، والله يجعل ربي يغفر لي منها. كل سيمانه كنمشي، كل جمعه كنجي نزورها، الله يرحمها، والله يجعل ربي يسمح لي منها. لا هي ولا با الله يرحمهم ويغفر ليهم ويوسع عليهم ضيات القبور. كنزورهم استاذ، كنزورهم او كنزورهم، الله يرحمهم، الله يرحمهم. شنو قال لك السبيطار هنا على عيني؟ دابا عطوني رانديفو ثاني نهار الخميس، انا قهرني ترونسبور استاذ. كنمشي وجي، نمشي وجي، نمشي وجي، والطاكسيات هنايا غاليين. هادشي اللي قهرني انايا هو هذا. وحنا نتمناو من الله، حنا هادشي كلشي كنتمناو من الله عاد تصدقني هاد العمليه وصافي. نتمناو من الله تصدقني هاد العمليه اودي استاذ، ونتمناو من الله سبحانه وتعالى. والله يرحم لك الوالدين اودي استاذ، الله يرحم لك الوالدين، والله يعطيك ما تمنيتي، الله يعطيك ما تمنيتي. هادشي اللي غنقول لك استاذ، الله يعطيك. مبارك عليك رمضان، والله يدخلك اول رمضان 27 عام ونص، اول رمضان اللي غندوزو فرحان. والحياه لا تقدر بثمن، لا تقدر بثمن. والله يجعل ربي يدير شي تاويل لهذوك المساجين اللي تما في الحبس، الله يجعل ربي يشوف من حالهم. يا ربي يا ربي، راه بنادم اللي كيدير شي حاجه وكيندم، كيندم على الاخر ديالو كيندم. والله يجعل ربي يفرج عليهم ويشوف من حالهم. الله يحفظك اودي استاذ. يسر لك السي محمد، الله يسر. شكرا. يرحم لك الوالدين، وشكرا استاذ. شكرا. شكرا. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا هذا التصريح ديال الاخ محمد، 27 سنه سجن. كنت تناولت معاه الملف ملي الله خرج من السجن ديال القنيطره، وكان لقاء ديالي معاه انه انتقلت معاه وزار الام ديالو في المقبره، لانه الام ديالو مسكينه كانت هي اللي كتجي عنده سنين طوال ملي كان هو في السجن. حاليا هو بين خميس الزمامره للدار البيضاء من اجل تطبيب في العين ديالو. تنطلبوا الله عز وجل وجل المغاربه اننا نضافوا الجهود بيننا ونساعدوه في الظرفيه الحاليه. ليس بالامر هين 27 سنه سجن ويتاقلم في المجتمع في امور تغيرات بزاف. هو يقاوم بشتى الطرق، وتيطلب الله سبحانه وتعالى والدعم ديال المغاربه. غادي نوضعوا رقم الهاتف ديال الاخ محمد، والله عز وجل هو اللي كيخلص الجميع. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.